السلام عليكم. بدأت البارحة عملية قص العشب الهجين بملعب عنابة بالتزامن مع الأشغال نتاع تهيئة المضمار نتاع ألعاب القوى، إذن وكذلك تحضيرا لزيارة تاع الوفد الكاف اللي راح يزور الملعب هذا اليوم، وكذلك تزامنا مع عملية وضع الكراسي على المدرجات. إن شاء الله يكون فيها فيديوهات أخرين على هذه العمليات، وإن شاء الله كذلك تكتمل الأشغال في مواعيدها. السلام عليكم.